ويا هلا، غرزتنا النهاردة غرزة سهلة جدا، بسيطة قوي للمبتدئين، وأي حد يقدر يعمل منها شغل تحفة. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة السلالم. ايه الاسم ده وايه الغرز العجيبة دي؟ لا ما تقلقيش خالص، غرزة سهلة جدا وبسيطة قوي، وهي شوية شبه غرزة الريب ستيتش. لسه طبعا ما اخدناهاش، ولكن هناخدها ان شاء الله قريبا. غرزة بسيطة قوي وسهلة جدا، وزي ما انتم شايفين شكلها كلها اعمدة ولذيذة قوي، تصلح تتعمل بطانية، كارديجان، كوفية، ايس كاب. هي مريحة جدا الغرزة، وسهلة وكمان بسيطة قوي 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 في شغلها للمبتدئين. فيلا بينا نبدأ. عملت معاكم 20 سلسلة وخدتهم كلهم على الإبرة وسحبت، وده صف البداية الموجود عندكم في صندوق الوصف، هو وكمان كام صف موجودين هتلاقوهم في دروس تعليم التونسي في صندوق الوصف. نشتغل بقى غرزتنا، وغرزتنا شوية شبه غرزة قصب السكر اللي شرحناها من قبل، فيعتبر هي شبهها جدا. هعمل غرزة عدلة في أول واحدة، بطلي إزعاج، هعمل لف على الإبرة وآخد أول غرزة واللي بعدها، طبعا غرزة عدلة، بدخل في نص السلسلة وبعدين أروح عاملة منزلقة، لف على الإبرة. الغرز أهي يا جماعة، أنا بدخل في نص الغرزة وأسحب، تمام. الغرزة اللي بعدها برضو، بعدين اعمل منزلقة، هفضل كده لنهاية الصف. لف على الإبرة، بدخل الغرزة كلها اهي، بدخل انا كده كأني هعمل غرزة بسيطة، وهروح على الفراغ الضخم ده واسحب. كده بتكون معايا غرزة عدلة، بعمل 2 بعد اللفة على الابرة دي، وبروح واخدة واحدة من التانية، لفة على الابرة بشتغل غرزة عدلة والتانية، تمام، واروح عاملة منزلقة واحدة من واحدة بس. لفة على الابرة، ده نهاية الصف في غرزتين، تمام. بعدين اعمل منزلقة غرزة من التانية، اهم حاجة نهاية الصف. ناخده بالاسلوب ده على اساس ان الغرز معانا تكون منظمة كده وشكلها حلو. اسحب، ارتفع سلسلة، وبعدين كل 2 مع بعض. زي ما انتم شايفين ده اول صف. وبعد المرحلة دي بقى سهلة جدا، ايه بقى اللي هيكون في الصف ده؟ كل اللي انا هعمله لف على الابرة، وهروح اسيب الغرزة اللي هي ملفوفة دي، واروح على الغرزة العدلة واسحب. كل مرة بلف لفة على الابرة اتجاوز الغرزة اللي هي داخلة لجوه قوي دي، وهروح اخد الغرزة اللي هي طالعة دي بس كده. هو بس كده، مفيش اي حاجة تاني. كل مرة بلف لفة على الابرة واسيب اللي هي الغرزة اللي داخلة لجوه قوي دي، واروح اخد الغرزة اللي هي لبرة، تمام. اخر الصف بسحب، ارتفع سلسلة، وكل 2 مع بعض. تقدري تقفلي دلوقتي الفيديو وتروحي تشتغلي الغرزة، هتكون كده خلاص مفيش اي تركات تاني. كل اللي انا بعمله هو هيكون ثابت، تلف على الابرة، اسيب الغرزة اللي هي قدامي دي، وهروح اخد اللي شكلها كويس دي
لفة، أسيب الغرزة دي وأروح أخد الغرزة دي، وهكذا لحد ما أعمل عدد سلاسل كويس. طبعا في ناس بتقول على الغرزة دي غرزة الرب، ولكن الرب ليه تفاصيل كتيرة قوي، هي فعلا شبيهة بيه ولكنها في بعض الاختلافات البسيطة اللي هنعرفها ان شاء الله في وقتها، ولكنها مش غرزة رب. زي ما انتم شايفين قد ايه كيوت، سهلة متماسكة، ولكنها زي ما قلت لكم مش من الغرز المحبوكة، لازم هتلاقوا فيها فراغات ولو بسيطة. بلف لف على الإبرة زي ما انتم شايفين، بسيب الغرزة اللي هي مفتوحة قوي دي وهروح على الغرزة اللي هي دي، دي اللي انا بشتغل فيها دايما، والمفتوحة قوي دي هي اللي انا بسيبها. لف على الإبرة، طبعا غرزة سهلة جدا 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 للمبتدئين، وفي وقت نفسه غرزة منقوشة فيها تفاصيل، فيعني اتبسطوا. زي ما انتم شايفين لف على الإبرة، بسيب الغرزة اللي عاملة زي التمانية دي وبروح على الغرزة اللي هي شبه الغرزة البسيطة دي. زي ما انتم شايفين شغلها سهل جدا، وهي كلها قايمة على ان اسيب غرزة واخد التانية، ولما باخد التانية بتعملي شكل الأعمدة البارز اللي انتم شايفينه ده. طبعا غرزة مسطحة وفي الوقت نفسه مش بترول، وزي ما انتم شايفين شكلها تحفة. هكمل شوية اكتر عشان بس تشوفوا شكل الغرزة. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، ولو ملاحظين في فرق. ايه هو الفرق؟ ان السلاسل هنا يعني متبططة كده وباينة، لكن هنا عاملة زي الضفيرة المجدولة. يا ترى ايه السر؟ هقولك حالا. بصي، بنلف لفة على الابرة وبنيجي نسحب الغرزة العدلة. انا بسحب الغرزة العدلة التقليدية اللي هي كده، تمام؟ لكن لا، هي بتلفي كده وتسحبي اللي هي الغرزة العدلة التانية لفة كده، تمام؟ ولما اجي طبعا انا بتجاوز غرزة وبروح على الغرزة اللي عدلة، تمام؟ فلما باجي ادخل واسحب مش بسحب بالطريقة التقليدية اللي هي الخيط تحت الابرة، لا، بلف كده واروح اخده، فبيفتح لي شكل الغرزة ويخليها زي ما انتم شايفين كده بارزة وواضحة. فتختاري دي او تختاري دي عادي، دي غرزة عدلة ودي غرزة عدلة، وليكي حرية الاختيار على حسب الموديل اللي انت عاوزاه. لف على الابرة زي ما انت شايفة الغرزة اهو، بدخل فيها الف كده واسحب، لف على الابرة ادخل في الغرزة والف بالاسلوب ده واسحب، شايفة الغرزة اهي، وبيكون في مع الغرزة فراغ. بس خدي بالك ان انت تدخلي في دي مع دي. ازاي؟ اهو لف على الابرة زي ما انتم شايفين، ممكن جدا ان انا اخد كده، لا بصوا الغرزة لوحدها اهي، لكن دي غرزة تانية خالص ملناش دعوة بيها، ومش بسحب كده، لا كده تديني منظر للضفيرة انها تبرز، لكن كده بتخليه للضفيرة مجدولة، ودي الغرزة العدلة الاولى، لكن دي الغرزة العدلة التانية. احنا خدنا الاتنين، وهتلاقوا اللينكات تبعهم في صندوق الوصف. اخر حاجة اهي، بعدين الغرزة الجانبية، وبعدين ارتفع سلسلة وكل اتنين اسحبهم مع بعض. غرزة من الغرز المفرودة من السميكة، ومن الغرز الغير محبوكة، او اللي هي بتكون مش مقفلة لدرجة الخنقة، لا بيكون فيها بعض الفراغات البسيطة او الخروم الخفيفة جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين مش باينة اصلا ان هي حتى فيها خروم الا على بسيط خالص. بنقفل بقى الغرزة دي ازاي؟ لان طبعا هي وحدة بطانية ما ننساش، فلازم نكون عارفين. طبعا بدخل في الغرزة اللي هي مقفولة دي، اللي هي مفتوحة قوي دي، وكل غرزة بدخل فيها، دي طبعا غرزة عدلة تانية اهو، وطبعا مش بلف بقى على الابرة، لا بروح على طول على الغرزة نفسها اخد واسحب، والغرزة العدلة بدخل بطريقتها برضو واسحب، وهكذا لحد ما نخلص الصف. وطبعا كله بنسحبه بالمنزلقة ما ننساش. زي ما انتم شايفين طبعا في طريقة تانية ان احنا ما نخليش الضفيرة بالمنظر ده كده على الوحدة. ازاي؟ بلف كده، تمام، بتجوز الغرزة وبروح على الغرزة الاساسية، وبعدين اخد واطلع من التلاتة مرة واحدة، فالوحدة بتكون معايا التقفيل بتاعها من فوق، وده افضل لسبب بسيط انه انا بشتغل لبطانية،
فمش عاوزة الوحدة بتاعتي تكون شكلها عجيب. وطبعا مش لازم ان انا اخد واطلع بالتلاتة، ممكن ان انا اخد السلسلة نفسها واطلع كده، بيكون افضل والطف اهو. بالشكل ده. بس طبعا لما تيجي تعملي وتلفي وتعملي الحركة دي وتيجي تطلعي من التلاتة، وسعي ايدك، يا اما تعملي كده تمام، يا اما ان انتي توسعي ايديكي وتسحبي بهدوء السلسلتين الباقيين. ما ننساش اخر الصف، ونسحب ونرتفع سلسلة، وكده برزتنا زي ما انتم شايفين تكون خلصت. تقفليها بالطريقة دي او الطريقة دي على حسب الحاجة اللي انت شغالة ليها. زي ما انتم شايفين غرزة جميلة جدا. غرزتنا كانت اسمها غرزة السلالم او ليدر ستيتش. زي ما انتم شايفين شكلها قد ايه لطيف ومتماسكة كده، وكمان مفرودة زي المسطرة. انا عارفة ان كتير منكم معقد بسبب الرول في الكروشيه التونسي، ولكن اهو كذا غرزة لحد دلوقتي وكلهم مفرودين. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة. اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا شير للفيديو لو في حد مهتم بالكروشيه التونسي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. وبكرة ان شاء الله غرزة جديدة. تمام، رمضان كريم، مع السلامة، باي.